عودة مرتضى منصور للساحة مش للنادي. ظهر المستشار مرتضى منصور في فيديو واتكلم على ان اللي هيجيب سيرته في الزمالك هيقف بالمرصاد بقى، وهيتكلم ويقول ما تقوماش في دماغي اقدم طلب اخد ال 200 مليون جنيه اللي ما تبرع بيهم للنادي. حد زود في الكلام هطلبهم. واكد برضو في الحوار اللي اتسال فيه ان مازال ممدوح عباس ايده جوه نادي الزمالك، وقال ازاي يا جماعه انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ المستشار القانوني دلوقتي لنادي الزمالك هو نفسه محامي ممدوح عباس، وخليكوا فاكرين ان ممدوح عباس لما ادى للنادي فلوس وقف وقال انا عايزها وجمد ارصده الزمالك في البنك، انما انا مرتضى منصور ما عملتش كده، بس لو حد قرب مني اقسم بالله زي ما بيقول هياخد